فكرة العلب المنحدر؟ فكرة أصل المنحدر دي زي ما يكون الناس متصورة أن أي أسماء وخلاص، لا ومعنى مع الاحتفاظ بالسمات بتاعت النادي الأهلي. الله عليك. يعني الله كل عليك. من يملك هذه السمات ويتعلق بها ويطبقها وينفذها يستطيع أن يعوض أي حد. صحيح. هنا الكلام. لكن لو أنت بقى هتقول لي مش بطيب وتترص في شروط يعني. بمن حضر بشرط التمسك بتقاليد وعزيمة وروح الأهلي وكده. والتوفيق بيننا ربنا سبحانه وتعالى بيكافئ دايما الأهلي على هذه الأمور. أنا هقول لك من الحاجات الصعبة جدا. في تنس الطاولة. أيوه. السنة اللي فاتت النادي الأهلي بيلعب في البطولة العربية بستة لعيبة، اتنين اتخانقوا مع بعض. اترحلوا في يوم كان اتنين من الأعمدة، ولعبنا كل البطولة بأربع لعيبة اللي هم بيتأيدوا وخدنا البطولة. تسمي ده إيه؟ تسمي ده جينات. أنت ما يعني صادق في أنك أنت تقول إيه؟ المبدأ أهم من النتيجة. صحيح. فدي رسالة ثالثة. الرسالة الثالثة أنك أنت حصل غيابات بس ربنا ادالك ثلاث اربع عناصر ناشئه كلهم ادوا لك مؤشرات ان لا باذن الله. يعني محمد مغربي محمد مغربي كريم فؤاد احمد عبد القادر شهاده ميلاده بصمه. فانت عندك محمد هاني اللي استعاد مستواه. انا طول عمري اثق في هاني وبزعل قوي من الناس اللي بتتعامل مع لعيبتنا بالمصري. انا واثق في هاني واثق في حسين الشحات جدا. مفيش لعيب في النادي الاهلي يا جماعه مش جاي وانت عارف قيمته. صحيح. ولو افتكرت كل دول لحظاتهم المضيئه ما هتزعل ان حد بيهاجمهم. ايوه. اثق في قفشه، اثق فين كلهم؟ عارف فتحي طبعا الراجل مش مدينا فرصه نتردد في الاشاده بيه. أيوه. انا وديانج نفس القصه. مش معنى كده انهم بيغلطوا بس يكفي الاخلاص المجمل. محمد شريف الماتش امبارح ما تبصش انه ما جابش جول. شوف التحرك الطولي والعرضي بتاعه وضغط على الناس وعمل ثلاث فرص لزمايله وهدد وكان بيهدد لكن هتيجي هتفك. وليد سليمان واعتزاله. شوف بقى وليد سليمان احطه على جنب لان ده وليد سليمان اللي احنا تمنيناه على مدى سنين حتى حظينا به ولكن زيه زي بركات وبركه جه في منتصف العمر الثاني. يعني لو كان استمتعنا به من البدايه كنا شفنا تاريخ اعمق وانجح لكن يكفي ان الانسان بهذا الاخلاص بهذا الحماس بالروح دي لا دي بقى نقدر نقول عليها كوادر هتكمل وتفيد. بقول له يعني قرار حكيم حكيم لانك انت لازم الدنيا علمتني حاجه. ايه بقى؟ لما تروح لناس ما تستنهمش لما يتوبوا. تقول لهم انا ماشي، يقول لك والنبي لسه بدري. لا مش لسه بدري. لو قعدت انت ربع ساعه غير كده هيتوبوا. هيقول لك مع السلامه. امشي والناس ماسكه فيك. التوبه يعني ينام بدل ما يعني حاجه عايز ينام. ايوه قاعد بتعمل ايه؟ ايوه فاللعيب الحكيم الزائر الصديق يا بخت منظره خف. اختيار التوقيت المناسب. اختيار التوقيت المناسب لانك انت تقول معلش لا انا ماشي والناس كلها عايزاها تقول لك استنى شويه زي ما عمل بركات. بركات وابو تريكه وكتير والخطيب نفسه. طبعا هو الخطيب استنى لما حد يقول له فاهم. لا فانت كان يقدر يدي طبعا كان يقدر يدي سنه واثنين. اللعيب المهاري ده يقدر بالخبره يعوض الجري يعوض لكن امبارح لما تشوف انا في كوره حتى انا قلت له ليه لعبتها كانتوا ثلاثه على واحد بس انا كنت حاسس لما خد القرار في الملعب انه عايز يبطل كان نفسه يجيب الجون ده. ايوه فيبقى البصمه اللي يختم بيها اللي هو كان يا ريت يا ريت الجون ده كان يجيب ان شاء الله ما هيكمل معانا ويجيب اجوان ويساهم في لا هو طلع لنا ناس زيه بس يبقى اكبر خدمه عملها للنادي. شكر جدا يا باشمهندس وسعيد جدا بمصاحبتك في هذه الرحله الطيبه. شكرا يعني انست بيك واتشرفت بيك والله. ماشي يا اونتم الله يخليك يا باشمهندس.